أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تأجيل بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2021 لتقام صيف عام 2022 بدلا من صيف السنة المقبلة في قرار منتظر جاء على خلفية تأجيل أولمبياد طوكيو وعديد التظاهرات الدولية. يقول عبد السلام سعد الله في هذه الورقة. في قرار منتظر أعلن وبشكل رسمي عن تأجيل بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2021 لتقام صيف العام 2022 بدلا من صيف السنة المقبلة. في قرار أرادت به الوزارة الوصية رفقة اللجنة الدولية المنظمة للألعاب أن يتماشى وقرار اللجنة الأولمبية الدولية التي قررت في وقت سابق تأجيل منافسات الألعاب الأولمبية الصيفية إلى صيف العام 2021 بسبب تفشي وباء كورونا. هذا أخذت قرار بتأجيل الألعاب المتوسطية، هذا طلبا من اللجنة الدولية تاع الألعاب البحر المتوسط بالتناسق بالطبع مع وزارة الشباب والرياضة، لأن الوزير هو رئيس اللجنة التنظيمية للألعاب المتوسط مدينة وهران، وهذا القرار عنده علاقة مباشرة بالطبع مع تأجيل الأولمبياد. تأجيل جديد باتت معه ألعاب وهران المتوسطية ثالث منافسة دولية يعلن القائمون عليها إرجاءها لسنة 2022، وذلك بعد قرار الاتحاديتين الدوليتين لألعاب القوى والسباحة تأجيل بطولتيهما العالميتين لذات السبب. برمجة جديدة الألعاب كألعاب أخرى كأس أوروبا، وعدنا ثاني كأس إفريقيا في 2021، يعني كثافة كبيرة تاع الدورات في هذه السنة هذه، وما تسمحش البطولة المتوسطة باش عندها رؤية كبيرة على المستوى الدولي حتى من الجانب الرياضي. يعني كل ما قدرش يحضروا أهداف التجربة في سنة واحدة. قرار التأجيل المتخذ من قبل القائمين على الرياضة بالجزائر وإن كان لظروف قاهرة إلى أن رب ضارة قد تكون نافعة، خاصة وأن التأجيل من شأنه أن يخدم مصالح المنظمين بتمكينهم من التحضير لطبعة استثنائية تسعى بها مدينة وهران والجزائر للعودة وبقوة للواجهة الرياضية بتظاهرة دولية تعد بمثابة محفل أولمبي مصغر لدول المتوسط.